نشرة الحصاد من أورينت، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. أهلا بكم إلى هذا الحصاد ونبدأه بأهم العناوين. الشمال السوري ينتفض ضد ميليشيا الجولاني والمتظاهرون يطالبون بمحاسبة القتلة. صدى رسائل السويداء يتردد على امتداد سوريا والمتظاهرون يطالبون بحكم مدني. في ملف الأزمة الأوكرانية تعثر الخطى الدبلوماسية وبايدن يحذر من حرب عالمية. وفي خبر اليوم الحكم 5 سنوات على فتى خطط لتفجير مبنى في إحدى ألعاب الفيديو في روسيا. طال أولادي على تركيا يدعموني في مادة. وفي صورة سورية كفيف يحلم بالدخول إلى تركيا برفقة طفليه للعلاج. أهلا بكم من جديد. البداية من الشمال السوري، حيث شهدت مخيمات النازحين مظاهرات غاضبة طالبت بإسقاط الجولاني والميليشيا التابعة له ووضع حد لاعتداءاتها المتكررة على المدنيين. وأبرز المظاهرات تركزت في مخيمات أطمة بالقرب من الحدود التركية، في حين أطلق عناصر الميليشيا الرصاص الحي لتفريقها بالقوة. ليس مشهدا قديما لقتل المدنيين على يد ميليشيات أسد وشبيحته، بل إنه تكرار للإجرام ولو اختلف المنفذون. رصاص منهمر فوق رؤوس المدنيين في مخيمات النازحين قرب الحدود السورية التركية، صورة تصر سلطات الأمر الواقع على تكرارها وجعلها سمة ملتصقة بها على غرار ما اعتاد عليه المدنيون من ميليشيات أسد. أتمنى أن ما في مكان، ما في نرجع، أتمنى أن أمي ترجعنا بخير وسلامة. هي الليلة الأولى التي سينام هذا الطفل وأشقاؤه بلا أمهم بعد أن أطلق عناصر ميليشيا الجولان النار عليها بدم بارد وتركوها بين الحياة والموت، ليصير نقلها من المدنيين إلى المشفى ووضعها في العناية المشددة. وعن الجريمة التي استدعت إطلاق الرصاص على الأرملة الشابة فاطمة عبد الرحمن الحميد، فهو السعي لتوفير الدفء لأطفالها الذين ما من معيل لهم سواها، فجلب المازوت من خارج مناطق استيلاء الميليشيا فعل يستوجب القتل هنا. رايحين نجيب بدونات قومي شو صاروا، قالوا نرجع كنا نلعب نروح، شو صار يقوسوا، يراجعوا جصابوها فروسه، صار يضربونا، طلع الدم صار يزد زد، وجرى هيكي عليها. هذا ابنها الكبير، هاي طاقيد، هاي كانت على راسها كلها دم، ليك هاي مطرح الرصاصه. هذا مملوك من الاخوان. ايه
لم تكن فاطمة وحدها من أصيبت برصاص ميليشيا الجولاني، فرصاصة عشوائية استقرت في فخذ طفل بالقرب من معبر دير بلوط، ليرد سكان مخيمات أطمة بمهاجمة حواجز الميليشيا التي ردت بإطلاق النار تجاه النازحين الغاضبين، ومن ثم قطع طريق أطمة دير بلوط أمام حركة السيارات، فضلاً عن اقتحام مخيمي أم الشهداء وسفوهن واعتقال عدد من النازحين بينهم الناشط الإعلامي محمد الإسماعيل. أصلاً مو الحق عليكم، الحق على صغير العقل الأكبر منكم اللي استلمكم السلطة، اللي هو الشعب، لازم هو الشعب يقوم عليكم، بس ما حد مسترجي شوفت عينك. الميليشيا كما جرت العادة سارعت إلى تدارك الأمر عبر بيانات لا فائدة تجنى منها وإرسال أمنييها وشرعييها إلى ذوي الضحية لفرض ما يسمى بالصلح، وسط وعود بمحاسبة المذنبين وتقديمهم للقضاء على ما يسمى لدى كافة الميليشيات بمختلف تسمياتها بالخطأ الفردي. الشخص اللي ضرب بنتي بدي حقي منه، ونحن نحن يا عم بإذن الله نوعدك وعد إن شاء الله. بالنسبة لهدول الشباب اللي صار معهم الإشكال بإذن الله اليوم بيكونوا بين إيدين القضاء بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا اللي إلك منا بإذن الله. واقع معيشي واقتصادي غاية في السوء يمر به المدنيون في إدلب، وتشديد من ميليشيا الجولاني عليهم دون أي اكتراث بهم وبحياتهم، وسط غضب شعبي يراه مراقبون أنه سرعان ما سينفجر في وجه الجولاني وميليشياته. ينضم إلينا عبر السكايب من إسطنبول الباحث في مركز جسور للدراسات الأستاذ عباس شريفة. مرحبا بك معنا أستاذ عباس في نشرة الحصاد عبر أورينت. من خلال التعاطي الذي ينتهجه الجولاني وميليشياته في الشمال السوري مع قضية قتل عناصره لامرأة على الحدود، هل استطاع باعتقادك أستاذ عباس الجولاني أن يتدارك وأن يخمد موجة الغضب التي حدثت في الشمال السوري؟ وللإخوة المشاهدين، أعتقد أن يعني هناك حالة من الاحتقان بين المجتمع المدني والسكان المحليين تجاه سياسات تحرير الشام. تحاول تحرير الشام أن تصور أن مسألة إطلاق النار على يعني المغدورة أو الضحية التي تعرضت لإطلاق النار فاطمة الحميد وهي الآن في حالة خطرة، أنه هي مجرد حالة معزولة وخطأ فردي، ولكن هذه أذيال المشكلة. يعني تحرير الشام لا تأتي على أصل المشكلة، تحاول أن تحل المشكلة من نهايتها، أنه مجرد إشكال كما سماها الناطق الرسمي في تقريركم. كان أحد الناطقين أو عناصر تحرير الشام يقول أنه الإشكال الذي وقع يسميه إشكال، مع أنه هي يعني جريمة إطلاق نار على إنسان بريء لمجرد أنه ينقل 10 لترات من المازوت ليؤمن قوت عياله. هذه المشكلة لها ذيول، لها جذور، جذورها هو حالة التحكم المفرطة وحالة الاحتكار المفرط التي تمارسه تحرير الشام، والذي ينعكس بالضرورة على حياة الناس وعلى دوائهم وطعامهم ودفئهم ومسكنهم بسبب كميات الضرائب التي تفرضها. ولكن حتى موضوع الاحتكار، حتى موضوع الاحتكار استاذ عباس، على سلع أساسية تضطر الناس إلى أن تقوم بتهريب بضع لترات من المازوت أجل أن تعيش. إذن تحرير الشام لا تأتي على أصل المشكلة وتأتي على يعني ذيولها. لذلك لا أعتقد أيضا أستاذ عباس يعني موضوع الاحتكار المفرط كما تصفه الجولاني وحاشيته دعنا نسميهما ينكرون أصلا هذا الموضوع، يقولون ليس هناك احتكار من الأساس. إذا لم يكن هناك احتكار لماذا يحارب كل من ينقل مادة المازوت؟ لماذا لا يسمح إلا لشركة واحدة هي شركة وتد التي تتبع هيئة تحرير الشام ببيع مادة المازوت في منطقة إدلب؟ لماذا لا يتحول إلى سوق حر؟ إذا كان لا يوجد احتكار مفروض يتحول هذه المادة وهذه السلعة تداولها بالسوق الحر، وأي تاجر ممكن أن ينقل هذه القطع. لكن تحرير الشام
تحتكر توريد استيراد هذه البضاعة وبيعها في السوق المحلي عن طريقها، وهي تقوم على معبر الذي يفصل بين منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومنطقة إدلب بحاجز يقوم بإفراغ أي لترات زائدة من مادة المازوت حتى تحافظ على سعرها وتحافظ حتى على مستوى المبيعات التي تقوم بتوريده للسوق المحلي. إذن هذه المشكلة لها جذور تتعلق بسياسات منهجية تنتهج تحرير الشام ضد الحاضن الشعبي. ونشوف محات الاحتقان التي قامت وحات المظاهرات غير مرتبطة بخطأ فردي. لو كان هذا الخطأ الفردي وفعلا الحاضن الاجتماعية تعتقد أو أنه هذا مجرد خطأ معزول من بضعة عناصر لما تحولت حالة الاحتجاج إلى مظاهرات عارمة ومشاركات واسعة ضد. ولكن رغم ذلك الآن الاحتجاجات التي خرجت اليوم أستاذ عباس تركزت في نقاط معينة، أغلبها كان في المخيمات. أعتقد أنه هذه يعني ممكن تتسع دائرة هذه الاحتجاجات على سياسة التي تنتهجها تحرير الشام. يعني احنا اليوم شاهدنا اليوم الأول، ودائما الاحتجاج وتحرير الشام تخشى أصلا هي تبادر اليوم من أجل إرضاء أهل المغدورة وتحاول أن تبعث لجان الصلح من أجل تطويق المشكلة، وهذا كله خوف من أنه تمتد هذه المشكلة إلى بقية المناطق وتتحول إلى رأي عام وتتحول إلى حالة احتجاج شعبية واسعة الانتشار. نعم، وضحت الفكرة. أكتفي معك بهذا القدر وأشكرك جزيل الشكر، الباحث في مركز جسور للدراسات الأستاذ عباس شريفة، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول. وإلى الجنوب السوري وتحديدا سويداء، حيث جدد أهالي المحافظة احتجاجاتهم الرافضة لقرارات نظام أسد الجائرة وطلبوا بحكم مدني للبلاد. المظاهرات تزامنت مع تعرض شابين من أهالي المحافظة لإطلاق نار من عناصر ميليشيا أسد المتمركزين على حاجز شهبة، ما أسفر عن إصابة أحدهما. تحية لأهل حما، تحية لأهل الرقة، تحية لأهل العسكي، تحية لأهل حمص، تحية لكل المحافظات السورية. ما في هذه قولا واحدا والكل بيعرفها، إذا في شيء تطرف بيكون من عندهم، ميليشياتهم هي المتطرفة. نحن ما في عندنا أي تطرف، نحن سلميين واقفين كرمال كرامة أهلنا، لا للسلاح، لا للقتل، لا للمخدرات، لا للظلم، لا للخطف. نحن بنطالب أحرار جبل العرب مع الصحف الجنان والطاق. نجي حقوق الإنسان، غلاء فاحش، مش عم نقدر نعيش، لا عم نقدر نسعى على حقوقنا، لا غاز، لا مضروط، لا كذا، كل هي أقل عن الإنسان. ناس الفلسطين هذه اللي أباعت مسلطاتنا وغازاتنا وحقوقنا بالقنان الكازوز على الطفلات، هذه لا تتحسب. كل إنسان مسؤول يسأل، والسائل يسأل، والمسؤول يسأل. والحديث أكثر عن الأوضاع في سويداء تنضم إلينا عبر الهاتف مزن مرشد، الصحفية السورية من باريس. أهلا بك مزن معنا في هذه النشرة في هذا الحصاد. الوضع في سويداء، تظاهرات جديدة اليوم تجددت على طول هذا الأسبوع والأسبوع الماضي أيضا، إلى أي مدى من الممكن أن تتسع رقعة هذه الاحتجاجات؟ أول شيء مساء الخير ويسعد مساكم جميعا. ثاني شيء، من المتوقع أنه الحراك السلمي بالسويدة يستمر، لأنه السويدة مثل ما بنعرف كلنا ومثل ما كنا مراقبين من البداية أنه هي من أول يوم بالثورة كانت داعمة للحراك الشعبي السوري أجمع، ويكفيها أنه أخذت الموقف الأكثر جرأة بمنع أولادها من المشاركة مع جيش الأسد بقتل السوريين، فكان شعار الأول دم السوري على السوري حرام. هذا موقف المفروض ما ينتسى لا مبارح ولا اليوم ولا بكرة. الاحتجاجات اليوم هي احتجاجات محقة واحتجاجات تطالب
بإسقاط النظام وتطالب بالحياة الحرة الكريمة، بالحياة بالعيش الكريم للمواطن السوري، يلي نحن على أمل أنه تتسع هاي الرقعة لطول باقي المحافظات السورية. لليوم لسه الحراك الشعبي بالسويدة محافظ على سلميته، وفي أصوات كثيرة من الشباب الحراك عم بتطالب باستمرار هاي السلمية لإثبات وضع الحل السلمي بالحل السوري، ليفرجوا النظام انه نحن قادرين على التغيير بدون حمل سلاح وبدون شيء. نعم. ما بيخفى على احد انه كان في ما بعرف اذا بيسميهم مندسين، بكره هاي التسميه، بس للاسف انه ناس من الشباب محسوبين على فروع امن سوريه. نعم. هيدول لليوم هن موجودين بالطريق، هيدول اللي عم بيحرضوا على حمل السلاح وعم بيحرضوا على انه الامور تخرج عن عقالها لحتى يعطوا النظام الحجة لضرب السويداء وللتعامل. نعم. بالحديث عن حجة النظام بضرب أهالي السويداء مزن، كان هنالك اليوم أطلاق رصاص على أحد أهالي السويداء وتمت إصابته على أحد حواجزها، هل برأيك، وطبعا النظام استخدم تعزيزات إلى السويداء، هل برأيك من الممكن أن نشهد أحداث دامية لا سمح الله في السويداء بعد هذه التطورات؟ هذا الذي لا نتمناه راما، لا نتمنى أن يكون هناك عنف ولا نتمنى أن يكون هناك دم. الشاب من عائلة شلغين نتمنى له السلامة. أنا وصلني أخبار أنه قد يكون استشهد، ولكن ما بعرف الحقيقة إذا إيه أو لا، وأتمنى أنه يكون بخير وله الشفاء العاجل هو وشاب آخر. اليوم في تعزيزات كانت كتير كبيرة، في رشاشات متوسطة عمت شوارع المدينة، اضطروا الشباب ينقلوا الحراك من أمام المحافظة لأمام مقام عين الزمان، لأنه كان في تسكير للطرقات وكان في حشد من الجيش ومن القوى الأمنية كتير كبير. نحن كلنا يعني ما حدا فينا ما بيتوقع أنه هيدا النظام ما في شيء بيردعه عن استخدام القوة المفرطة، ولكن ما عنده الحجة بالسويداء، والنظام دائما يتغنى بأنه هو حامل. لكن هنالك حجة يخرج بها الآن النظام مزن، هو يتحدث عن طلب أهالي السويداء لحكم ذاتي وليس فقط حكم مدني، فهل من الممكن أن يدخل من هذا الباب لقمع أهالي السويداء بالنار كما فعل مع باقي المحافظات؟ هذه حجة مردودة عليه. أهالي سويداء من الثورة العربية الكبرى للثورة السورية الكبرى لليوم وبكرة، ودائما هن متمسكين بسوريتهم وبعروبيتهم وبالأرض السورية الوحدة، وهي الأصوات اللي طلعت مطالبة فدرالية هي أصوات موالية للأسد وموالية لفروعه الأمنية لحتى تعطيه الحجة. يعني ما نجديد علينا هيدا النظام وما نجديد علينا كيف بيتصرف. أهل السويداء ما بحياتهم طالبوا فدرالية ولن يطالبوا فدرالية. أساساً السويداء ما فيها مقومات الحكم الذاتي أو مقومات الاستقلال. السويداء نعم. هي جزء لا يتجزأ من الأرض السورية ومن النسيج السوري. نعم، وصلت الفكرة. هاي الأمور مردودة على النظام وعلى أعوانه. نعم، وصلت الفكرة. مزن مرشد صحفية سورية كنت معنا من باريس، شكراً جزيلاً لك. على الصعيد العسكري، تواصل تركيا استهداف تحركات ميليشيا قسد في الشمال السوري بهدف وضع حد لتهديداتها. وزارة الدفاع التركية أعلنت تصفية 28 عنصرا من الميليشيا حاولوا شن هجوم على منطقة عمليات درع الفرات وقتل عنصر آخر في منطقة عمليات نبع السلام بحسب بيان صادر عنها. وفي ملف الأزمة الأوكرانية، توقع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن تتعرض أوكرانيا لغزو روسي خلال وقت وشيك. ببساطة، ما زلنا نرى علامات مقلقة للغاية حيال التصعيد الروسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية. وكما قلنا من قبل، نحن أمام غزو قد يبدأ في أي وقت، ولنكن واضحين فإن ذلك قد يحدث خلال دورة الألعاب الأولمبية. نحن مستمرون في سحب سفارتنا، وكنا واضحين جدا بأن أي مواطنين أمريكيين متواجدين في أوكرانيا يجب أن يغادروا الآن. من جانبه، نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن وجود خطة لدى إدارته في مواجهة روسيا عسكريا في أوكرانيا. بالفعل، وعن الأسباب التي تمنع حدوث ذلك، قال بايدن إن حربا عالمية ستندلع عندما يبدأ الأمريكيون والروس بإطلاق النار على بعضهم البعض
على حد تعبيره. يأتي ذلك في وقت أكد فيه حلف شمال الأطلسي استعداده لمواجهة أفعال روسية أو أفعال روسية أخرى كالعمل على إسقاط حكومة كييف، الأمر الذي رفضته موسكو واتهمت به الناتو بتصعيد الموقف بشأن أوكرانيا لتعزيز وجوده قرب الحدود الروسية. عفوا، ينضم إلينا من كييف عبر سكايب أوراغ رمضان رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك معنا أستاذ أوراغ في نشرة الحصاد عبر أورينت. الموقف الأمريكي أتوقف به معك أستاذ أوراغ، يعني يبدو غير مفهوم، يبدو هناك تناقض. الرئيس الأمريكي يقول نحن لا نريد مواجهة عسكرية مع روسيا، وفي نفس الوقت بلينكين يقول بأننا مستعدون لأي شيء تريد أن تفعله روسيا. كيف يمكن أن نفهم هذا الموقف الأمريكي أستاذ أوراغ؟ طبعا بايدن هو شاهد على الحرب الباردة، يعني عمره يعطي له ويخول له أن يتقن اللعبة، أن يتقن الكلمة الدبلوماسية، في حين أن بلينكين يعني يظل شابا وهو يتمرس على المهنة فقط من باب الفكاهة السياسية. طبعا هناك ضبابية في المواقف الغربية، ليس فقط الغربية والأوروبية بصفة عامة. بايدن يتفهم بأن التأجيج والذهاب إلى الاشتباك العسكري هذا سيكون بداية لحرب عالمية، وهذا ليس من مصلحة يعني الحضارة الإنسانية ومصلحة الدولة التي تريد أن تربح وتكون لها يعني فائدة اقتصادية. الكل مهتم في إيجاد الحلول الدبلوماسية والتسوية السلمية لهذه الأزمة، ولكن من أجل الوصول إلى هذه الحافة إن شئتم يجب القدوم بأوراق وبمكاسب دبلوماسية من أجل المساومة. فما نلاحظه من تهويل إعلامي وضخ وحتى في حشد قوات عسكرية على الحدود وكذلك دعم الشط الشرقي لأوروبا من طرف حلف الناتو، كلها مناورات من أجل رفع سفق الطلبات وثم الذهاب إلى طاولة المفاوضات. أنا هكذا أعتقد، لأن الذهاب في حرب يعني بهذا العيار ودول قوية لها ترسنة عتيدة. طيب، ولكن بالنسبة بالتحديد أستاذ أوراغ للموقف الأمريكي الذي يبدو في بعض فقراته في بعض الأحيان متناقضا بين مثلا وزارة الخارجية وبين الرئيس الأمريكي نفسه، هل يعبر ذلك بالضرورة عن أن هناك عدم اتفاق أو دعنا نقول انقسام داخل البيت الأمريكي فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة أوكرانيا، أم هو تناقض مقصود بقصد المراوغة مثلا؟ طبعا الفقرة الأخيرة من إجابتكم على هذا السؤال هي أكثر يعني واقعية، هي من باب فن المراوغة وجس النبض للخصم كيف سيتعامل. ولكن الشيء الذي ينطق به الرئيس، رئيس الولايات المتحدة، هو الأساس، يعني أن هناك فقط يكون تفاوض وهناك عراك وتراشق دبلوماسي والسعي من أجل الحصول على أوراق. طيب، التفاوض، هل هذا أيضا ينسحب على الموقف داخل حلف الناتو؟ لأنه نعلم بأن هناك تباين أيضا في مواقف دول حلف الناتو تجاه الأزمة أو التعامل مع الأزمة الأوكرانية. طبعا حلف الناتو على الأقل فيه ثلاث أو أربع دول صديقة لروسيا الاتحادية، أو نقول لا نقول حليفة ولكن مهتمة في السلم معها لارتباط بالغاز، لأن هناك تم عقد مثلا صفقات طويلة المدى بين روسيا والمجر، والمجر يعني لها يعني صوت أصبح في حلف الناتو. هناك تعاون مع إيطاليا، مع ألمانيا، مع فرنسا، وهذه هي أصوات النقد، يعني الفيتو بخصوص مثلا انضمام أوكرانيا حلف عضوا إلى حلف الناتو. هذا من جهة أخرى نحن نتفهم من الاتحاد الأوروبي أو أوروبا بصفة عامة غير مهتمة في حشد يعني في يعني إشعال فتيل الحرب في جوارها الجغرافي. هذا سيكون تكون له انعكاسات سلبية من الناحية الإنسانية، من الناحية الأمنية، من الناحية الاقتصادية وأمنها الاقتصادي بالدرجة الأولى. فالمهم نفهم بأن الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي، ولذلك نرى هذه المساعي الحديثة من ماكرون وثم سيأتي شولز المستشار الألماني في الزيارة إلى موسكو وكذلك إلى كييف، كل هذه ما يعرف بالدبلوماسية المكبوكية كلها دلالة على أن الاتحاد الأوروبي أو أوروبا بصفة عامة مهتمة في تهدئة الوضع وكذلك الذهاب إلى الطرق السلمية. أشكرك، نعم وضحت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر. أوراغ رمضان رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية كنت معنا عبر سكايب.
من كييف. وإلى اليمن، حيث تواصل القوات الحكومية تقدمها نحو مركز مديرية حرض بمحافظة حجة بعد استعادة السيطرة على 3 قرى استراتيجية في المحافظة. نعم، في سياق متصل، أعلن تحالف دعم الشرعية أن قواته نفذت 18 عملية ضد ميليشيا الحوثي في محافظتي صعدة وحجة، ودمرت 12 آلية كانت تستخدمها الميليشيا في عملياتها العدائية. وفي خبر اليوم، قضت محكمة عسكرية روسية بالسجن لخمس سنوات على فتى خطط لتفجير مبنى في إحدى ألعاب الفيديو. الحكم القضائي جاء بعد اتهام الفتى نيكيتا أوفارو بالتخطيط لتفجير جهاز الأمن القومي الروسي، وهو الاسم الذي أطلقه على المبنى في لعبة ماينكرافت الشهيرة. وبحسب المحامي الموكل بالدفاع عن الفتى، فإن السلطات وجهت تهمة التدريب على أنشطة إرهابية، مضيفا أن شخصين آخرين توبعا بالمحكمة ولم توجه لهما تهمة جنائية، وصدر بحقهما أحكام مع وقف التنفيذ لأنهما تعاونا مع المحققين في القضية. وفي صورة سورية، يطالب محمد محمود العلي الجهات المختصة بتسهيل دخوله مع أطفاله إلى تركيا بغرض العلاج. محمد شاب من قرية خراب قيس بريف إدلب، خلق كفيفا ورزق بطفلين كفيفين أيضا، ويتمنى عودة البصر إلى أطفاله. أولادي على تركيا يدعموني في مادة، أن يطالبون على تركيا أو على حي الله دكتور، انه بيدعموني، بلكي بيصير لهم عمليه، بيصير لهم شيء، انه ترجع لهم بصيرتهم ان شاء الله. انا محمد محمود العلي من خراب قيس، مواليد 1995. انا خلقت معاق كفيف بصريا من مدى خلقت، يعني من يوم اللي خلقت بصريا كفيف، ورحت على دكاترة كتير في الشام وفي حلب وفي إدلب وفي حماة كمان ذكرنا الدكتور رحنا عليه، وفي باريشة ولحد اليوم، يعني رحت على دكاترة كتير وما إنه في دواء، وتزوجت وقام خلق عندي ولدين كفيفين هينون هدول كمان بصريا. رحنا لدكاترة وجينا، وكمان نرجو الدعم ونرجو الشيء انه عمليات إلهم اذا يصير في مجال. وعلي شيء 2000 2500 دولار دين، هاي اقل شيء، يعني انه الناس عم تديني لا اصرف على زوجتي واولادي. مع هذه القصة السورية التي نتمنى ان تلقى اذانا صاغية من قبل المسؤولين، نصل الى ختام نشرة الحصاد لهذه الليلة من أوريانت. نلقاكم في أخبار جديدة عاجلة ودائمة. إلى اللقاء.